بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. في هذا الفيديو القصير سنتحدث عن الهايبربوليك فانكشن، وحنبدأ بالتعريف ومن ثم الجرافس ثم نعطي الايدنتيتيز. فخلينا نبدأ بايش؟ بالتعريفات. الهايبربوليك فانكشن هو ستة هايبر فانكشنز، وهي ايميتيشن تو ايش؟ تريجونومتريك فانكشن، وحتى الاسماء قريبة منها، ولكن التصرفات يعني نوعا ما ما هي قريبة بالضبط، لكنها فيها بعض السيميلاريتي. خلينا نبدأ هم عندنا ستة فانكشن: هايبربوليك ساين، هايبربوليك كوساين، هايبربوليك تانجنت، هايبربوليك سيكنت، هايبربوليك كوتانجنت، هايبربوليك كوسيكنت. ونرمز لها بالرموز: ساين هايبربوليك وحننطقها سينش اكس، كوساين هايبربوليك وننطقها كوش اكس، تانجنت هايبربوليك وننطقها ايش؟ تانش اكس، و سيكنت هايبربوليك و سيكش اكس، و كوتانجنت هايبربوليك ونطقها كوتش اكس، و كوسيكنت هايبربوليك ونطقها كوسيكش اكس ريسبكتيفلي. والتعريفات كالتالي: السينش ما هي الا ايش؟ اي تو ذا اكس ماينس اي تو ذا ماينس اكس اوفر 2، وممكن تشوفها على انها ايش؟ half e to the x ناقص half e to the minus x. والرسمة حقيقة مهمة انك تشعر تعرف شكلها، شوف هي مجموعة دالتين، نص e to the x زايد ناقص نص e to the minus x، وبالتالي تعطيك هذه الدالة. لاحظ انه يا ولدي في الدومين r، الرينج r، لانه هو مجموع دالتين كل دومينهم r ورينجهم r، وايضا كمان الدالة 1 to 1، وعندما تقترب الاكس من انفينيتي الداله تروح الى انفينيتي، وعندما اكس تقترب من ماينس انفينيتي الداله تروح الى ماينس انفينيتي. الداله 1 تو 1 كما قلنا كمان هي فرديه، داله فرديه لانها متماثله حول نقطه الاصل. اذا 1 تو 1، خلينا نتكلم عن المعلومات دي، خلينا نكتبها هنا: سينش اكس تعريفها وش هو؟ e to the x minus e to the minus x على 2، وممكن اشوفها بطريقه اخرى: نص e to the x ناقص نص e to the minus x. وبالتالي دومين السينش الرسمه تخيل يبارك، دائما بتتذكر كيف الشكل، ولا تعرف الديتيلز، لكن كيف الشكل تشبه ايش؟ الكيوب. اذا الدومين زي ما قلنا هو ايش؟ هو r، وهو ايضا هو نفسه الرينج، الرينج كمان هو نفسه ايش؟ r. 1 تو 1 لانه لما ترسم خط افقي، اي خط افقي حيقطع منحنى الداله ايش؟ وانس. اذا هذه 1 تو 1 سينش، هنا يصير لها انفرس، سينش اكس از 1 تو 1 فانكشن، دومين range 1 to 1 odd function يعني متماثله جيومتريكلي، متماثله حول نقطه الاصل. وايضا انه ساين او سينش ماينس اكس هي ناقص سينش اكس، مهم الكلام ده، يعني بمعنى يا ولدي انه ايش؟ قيم اكس المختلفة بالإشارة لهم قيم مختلفة بالإشارة. قيم اكس المختلفة بالإشارة لهم قيم مختلفة بالإشارة. مثلا لو أعطيت سؤال: اف سينش ماينس 3 يساوي 7، then سينش الثلاثة ايش يساوي؟ حيكون مختلف عن ذا بالإشارة، إذا ناقص 7. هذه أول خصائص السينش. شوف الرسمة هنا مرة أخرى عشان تكون عندك ايش؟ تخيل وتصور لها. أيضا عندما تقترب من انفينيتي، تصرف الدالة انفينيتي، اكس جوز تو انفينيتي للسنش اكس، شوف عندما أنت تقترب في هذا الاتجاه منحنى الدالة يروح أعلى، إذا هذا يساوي انفينيتي. وأيضا ليميت اكس جوز تو ماينس انفينيتي لسينش اكس هذا يساوي ايش؟ ماينس انفينيتي، لانه اذا اتجهت هذا الاتجاه
منحنى الدالة حينزل على ايش؟ على الأسفل، وبالتالي حيكون على محور ايش؟ ماينس انفينيتي. طبعا قلنا 1 تو 1 بالتالي لها انفرس. الآن نجي نتكلم عن ايش؟ عن الكوش. خلينا نحط الستة كلها، الكوش أو الكوساين هايبربوليك. الآن هذه رسمة الكوساين هايبربوليك، لاحظ انها تشبه ايش؟ كأنها اكس تربيع زائد واحد، تشبه، ما هي هي لكن قريبة منها. إذا هنا نجي نقول ايش؟ تعريف الكوش، تعريف الكوش يا ولدي هو e to the x plus e to the minus x. إذا عندك هنا كوش x ايش يساوي؟ e to the x زائد e to the minus x على 2، وممكن اشوفها نص e to the x زائد نص e to the minus x. هي ايش؟ مجموعة دالتين e to the x نص e to the x ونص e to the minus x. طبعا من الرسمة الدومين، طبعا هذه الرسمة مو لازم تكون متخيل الشكل، طبعا هنا الواحد، هذه الرسمة عند الصفر قيمتها واحد. طبعا الكوش السنش عند الصفر، عند الصفر هنا السنش عند الصفر قيمتها كم؟ صفر. ممكن هنا نحتاج نقول انه سنش الصفر، سنش الصفر يساوي كم؟ يساوي صفر. كان المعلومات دي احيانا قد تكون تفيد صراحه. اذا هنا اول شيء الدومين، دومين الكوش الكوساين هايبربوليك هو R، أي رقم واحد. النقطة الثانية رينج الكوساين هايبربوليك يساوي إيش؟ الرينج من واحد إلى إنفينيتي. لاحظ هذا هو الواحد هنا، إذن هي من واحد إلى إيش؟ إلى إنفينيتي. ليست دالة واحد لواحد، وبالتالي عشان تتكلم عن الإنفرس يبالك تلعب في الدومين. الحين إحنا نتكلم عن الإنفرس نلقي الجزء ده، ناخذ الدومين فقط من صفر إلى إيش؟ إلى إنفينيتي. إذن كوساين هايبربوليك is not 1 to 1. Even function. Even أو خلينا نقول كوساين هايبربوليك is an even function. كوساين هايبربوليك or كوش is even. تماثل على المحور راي، ومعناها انه ايش؟ كوش ناقص x هو نفسه كوش x. القيم المختلفة بالإشارة لها قيمة الكوش عند القيم، الأعداد المختلفة بالإشارة لها نفس القيمة. يعني لو قلت لك if كوش ماينس 3 يساوي ناقص 17 مثلا، then كوش 3 يساوي كمان ناقص 17، لأنه الأعداد المختلفين بالإشارة لهم نفس إيش؟ القيمة. أيضاً نحتاج نعرف النهايات، طبعاً النهايات واضحة حقيقة. ليميت التصرف، شوف لو اتجهت في اتجاه إنفينيتي المنحنى يطلع إلى أعلى، لو اتجهت في اتجاه ماينس إنفينيتي المنحنى برضه يطلع إلى إيش؟ إلى أعلى. إذا ليميت x goes to plus or minus إنفينيتي للكوش ما هو إلا إيش؟ إنفينيتي. الآن نتكلم عن ايش؟ عن الدالة الثالثة اللي هي ايش؟ التانش. تانش هايبربوليك. تعريف التانش هذا أو التانج ما هو إلا ايش؟ سنش زي التان على الكوش. وبالتالي هنا ممكن أقول إنه ايش؟ e to the x ناقص e to the minus x على 2 على e to the x زائد e to the minus x على 2. 2 اللي في البسط حتتكنسل عن 2 اللي في المقام، وبالتالي حيصبح ايش؟ عبارة عن e to the x ناقص e to the minus x على e to the x زائد e to the minus x. الآن عندي ايش؟ قسمة دالتين، مجال الفوق بسط، المجال اللي فوق هو r ومجال المقام هو r. هل المقام يساوي صفر؟ أبدا ما يساوي صفر، لانه e to the x زائد e to the minus x كلها دالتين ما تساوي صفر، مجموعهم لا يساوي صفر. اذا e to the x زائد e to the minus x هذا لا يساوي صفر ابدا، لانه مجموع داله اسيه على داله اسيه، داله اسيه اصلا ما تساوي صفر.
لكن لو دالو سي ماينس دالو سي اذا في منكم احتمال يكون اساسا لكن مجموعه ما دام اساسا. اذا دومين التانش هو ار. خليني اوريك مره رسمه عجيبه حقيقه. رسمه التانش مره عجيبه. شوف كيف الرسمه؟ اعلى قيمه ما توصل حتى للواحد. الواحد ما هو الا ايش؟ هوريزونتال اسيمتوت، والماينس واحد كمان هوريزونتال اسيمتوت. اذا حقيقه هذا الدومين والرينج، رينج التانش بين ناقص واحد وايش؟ واحد. يعني هنا نتكلم عن النهايات، في شغلات كثيره ما نتكلم عن النهايات. خلينا نجي هنا. دالة واحد لواحد، اجين شوف الرسمة. دالة واحد لواحد، من هنا تانش اكس از 1 تو 1، إذا لها انفرس. أيضا ارت تانش اكس از ارت، لأنها قسمة ارت على ايفن فالناتج ارت. إذا أنا أعرف أنه تانش ناقص اكس هو ناقص تانش اكس، اذا قيم الاعداد اللي لهم المختلفين بالاشاره قيمهم ايضا تختلف بايش؟ بالاشاره. نشوف التصرف من الرسمه. شوف ات انفينيتي، لما تروح ات انفينيتي ليميت اكس جوز تو انفينيتي للتانش هو واحد، وايضا ليميت x goes to minus infinity للتانش هو ايش؟ ناقص واحد. اذا y يساوي زائد او ناقص واحد r horizontal asymptote. اذا حقيقه لا horizontal asymptote، رغم ان الدومين الرينج هو بين ناقص واحد وايش؟ وواحد. إذا y يساوي ناقص y يساوي واحد، y يساوي ناقص واحد، ما هما الا ايش؟ horizontal asymptotes. الرسمة خليني ارسم لكم الرسمة بس عشان تتذكر الرسمة، أو ممكن تقول زي كذا. خط الأعداد والمحور، خلينا نقول إنه ذا يعني، خلينا نقول هذا الواحد. هنا خلينا نقول ده ناقص واحد، الدالة جاية زي كذا. هنا واحد، هنا ايش؟ ماينس واحد. تذكر شكلها، احنا ما يهمنا انك ترسم اكزاكتلي، بس يهمنا انك تعرف الشكل عشان تتكلم عن ايش؟ التصرفات. بعد كده حنتكلم عن ايش؟ الهايبربوليك. الكوتش أربعة، هنا حجي أربعة وأقول ايش هو؟ كوتانجنت هايبربوليك، كوتش إكس. ما هي إلا ايش؟ كوش إكس على سينش إكس، وبالتالي حتعطيني إي تو ذا إكس زائد إي تو ذا ماينس إكس على e to the x ناقص e to the minus x. بما انه المقام في احتمال يساوي صفر يبغى لي اعرف شو اللي يخليه يساوي صفر. فهنا اجي اقول e to x minus e to the minus x يساوي صفر، اذا e to the x يساوي e to the minus x، اضرب في e to the x كل الطرفين حيحصل على ايش؟ e to 2x يساوي 1، take a ln، اذا 2x تساوي صفر، وبالتالي يؤدي الى انه x يساوي كم؟ يساوي صفر. إذا الدالة دي عند الصفر غير معرفة. إذا أول شيء أعرفه إنه دومين الدالة هذه هي، هذه الرسمة. شوف الرسمة ما هي معروفة عند الصفر. إذا أول شيء أسويه إن الدومين، الدومين دومين الكوتش ما هو إلا إيش؟ من ماينس إنفينيتي إلى صفر اتحاد، من صفر إلى إنفينيتي أو أر ناقص الصفر. الرينج هنا يبغى لك تركز، لاحظ انه رينج التان هو بين ناقص واحد وواحد وما يصلون كمان. لما انت تقلب عدد محصور بين ناقص واحد وواحد الناتج يا حيكون اكبر من واحد لو هو العدد موجب، او انه يكون ايش؟ اقل من ايش؟ اقل من الناقص واحد.
إذن حقيقة الرينج حيكون إيش؟ من ناقص إنفينيتي ناقص واحد اتحاد من واحد إلى إنفينيتي. وهذه شوف الرينج هنا. إذن حقيقة الرينج للكوتش ما هو إلا إيش؟ من ناقص إنفينيتي إلى ناقص واحد اتحاد من واحد إلى إيش؟ إلى إنفينيتي، لأنها مقلوبة تانج. طبعا هنا الكوتش هذا ممكن إيش؟ ممكن نقول هنا إنه إيش؟ واحد على إيش؟ على تانج إكس. طبعا هذه دالة واحد لواحد. كوتش X is 1 to 1. أيضا كمان odd. كوتش لأنه مقلوب odd. is odd. هذا المفروض يكون واضح، مقلوب الأد يكون دائما إيش؟ odd. إذا معناه إنه إيش؟ الأعداد المختلفين بالإشارة لهم قيم مختلفة بالإشارة. التصرفات، هنا يبغالك تركز في التصرفات. إذا عندنا limit x goes to infinity للكوتش، هذا برضو واحد. وهنا يا ولدي كمان limit x goes to minus infinity للكوتش x يساوي ناقص واحد. وإذا عندنا y يساوي زائد أو ناقص واحد r horizontal asymptote. أيضا كمان عندك هنا في vertical asymptote، شوف لما تقترب للصفر من جهة اليمين أو من جهة اليسار. limit x goes to zero من اليمين للكوتش، شوف لاحظ لما تقترب من جهة اليمين، شوف الدالة تروح إلى إيش؟ إلى إنفينيتي. إذن هذا يساوي إنفينيتي. لما تقترب من جهة اليسار هذا الكوتش. شوف لما تقترب للصفر من جهة اليسار الدالة تروح لماينس إنفينيتي. إذن هنا كمان ليميت x goes to zero من اليسار كوتش x يساوي كم؟ ماينس إنفينيتي. إذن x يساوي صفر is vertical asymptote. إذن هذه الدالة لها vertical وإيش؟ horizontal asymptote. الرسمة المفروض تكون إيش؟ تتخيلها. مو لازم ترسم دقيق ترى. يهم إنك تعرف كيف الشكل. من عندك الواحد. خلينا نرسم كذا. هذا y يساوي واحد. وتحت حرسم y يساوي ناقص واحد. الدالة هنا جاية كذا، وهنا كمان جاية، شوف هنا كمان جاية زي كذا. لازم قيمهم أعلى من الواحد. ليش؟ لأنها مقلوب عددين بين واحد وإيش؟ واحد. قيم التانش بين ناقص واحد وواحد. إذا لما أقلب أي عدد بين ناقص واحد وواحد بعد الصفر طبعا حيكون، لو هو موجب حيكون أكبر من واحد، لو هو سالب حيكون أقل من ناقص واحد. عشان كده جاءت الرسمة بهذه الطريقة. نجي للإيش؟ الدالة الخامسة وهي سكش. سكش إكس اللي هي واحد على كوش إكس، وبالتالي حتعطيني اثنين على إي تو ذا إكس زائد إي تو ذا ماينس إكس. طبعا المقام لا يساوي صفر، وبالتالي الدومين هو إيش؟ دومين السكش هو R. لاحظ تذكر انه هذا مقلوب الكوش، كان الكوش كان الرينج حقها من كم؟ من واحد الى انفينيتي. لما تقلب عدد اكبر من واحد مقلوبه حيكون كم؟ اقل من واحد. اذا حقيقة الرينج حيكون من صفر الى واحد. هذه السكش يا ولد، شوف هذه رسمة السكش. شوف الرينج، رينج السكش من كم؟ من صفر إلى واحد. طبعا ليست دالة واحد واحد سكش، وبالتالي عشان لما تتكلم على الانفرس لازم تلغي جزء. هي متماثلة، هي ايفن كمان. is not one to one. إذا بالتالي
بس انها even. 6x is even. نقصد ب even انه 6 ناقص x هو نفسه 6x. الاعداد المختلفين بالاشاره لهم نفس القيم. ما قلنا ما هي ايش؟ ما هي داله واحد لواحد. التصرف الان طبعا لان الدومين اعرفه من التالي ما في ايش؟ ما في vertical sum، لكن في horizontal asymptote. لما تاخذ النهايه عندما x goes to infinity او minus infinity plus or minus infinity لل6x هذا ما هو الا ايش؟ صفر. اذا y يساوي صفر is horizontal asymptotes. بقينا للدالة الأخيرة اللي هي مقلوبة ايش؟ السنش. 6 كوسكش كوسكش اكس واحد على ايش؟ على سنش اكس. وبالتالي هذا ما هو الا ايش؟ 2 على اي تو ذا اكس ماينس اي تو ذا ماينس اكس. المقام ممكن يساوي صفر لو الاكس بصفر. اذا الدومين هنا ما هو معرف عند الدالة، ما معرف عند الصفر، لأنه كمان سينش الصفر صفر، وبالتالي ما أقدر أقول واحد على صفر. هذا ما هو إلا إيش؟ آر. ممكن تقول آر ناقص الصفر، وإحنا نكتب عادة من ناقص إنفينيتي إلى صفر اتحاد من صفر إلى إيش؟ إلى إنفينيتي. يبغى لك الرينج. طبعاً الرينج ما في ريستريكشن ما عدا عند إيش؟ ما راح تحصل على الصفر، وبالتالي حيكون آر إلى إيش؟ إلى نرجع هنا. هذا الكوسكش، هذه ليش الكوسكش، وبالتالي هنا كمان نفسه من ناقص انفينيتي الى صفر اتحاد من صفر الى ايش؟ الى انفينيتي. طبعا دالة واحد لواحد تشبه حقيقة ايش؟ كأنها رسمت ريزمبل واحد على اكس. طبعا مي اكزاكتلي، ما هي القيم نفسها، لكن في شبه. إذا أيضا هنا دالة واحد لواحد كوسكش إكس إز 1 تو 1 كمان آد لأنها مقلوب آد كوسكش إز آد معناه إنه كوسكش كوسكش 6 ماينس إكس هو ناقص كوسكش إكس. الأعداد المختلفين بالإشارة لهم قيم مختلفة بإيش؟ بالإشارة. التصرف لو نعيد الرسمة مرة أخرى بس لاحظ إنه هنا عندما x تؤول إلى infinity وماينس infinity يعطيك الصفر. إذا limit x goes to plus or minus infinity لإيش؟ للcosh x هذا يساوي كم؟ صفر. وعند الصفر عندما تقترب من الصفر من اليمين أو من اليسار، عندما تقترب من اليمين حيعطيك إيش؟ infinity cosh x هذا infinity، وعندما تقترب من اليسار cos x هذا ايش؟ ماينس انفينيتي. تقريبا هذه اهم ايش؟ خلينا نقول الرسمه هنا بس. الرسمه هنا يا ولدي شكلها كالتالي. cos x مره التعامل معها قد يكون اسهل حقيقه. هذه رسمه ايش؟ cos x ريزمبل الرسمه مو اكزاكتلي الرسمه. طيب الان حنجي نتكلم على الايدنتيتي ثم ننهي ايش؟ الايدنتيز اللي تهمنا اول شيء خلينا نقول ليش هي ايش؟ خلينا نتكلم اول شيء ليش احنا سميناها هايبربوليك؟ لاحظ انت التريجنومتريك فانكشن راح نسميها احنا السيركولر فانكشن، والفكره منها انه لو عندي تي زاويه تي، شوف هذه الزاويه تي، فانه النقطه على دائره الوحده الاكس ما هو الا كوساين تي والواي ما هو الا ايش؟ ساين تي. الهايبربوليك فانكشن هي اللي هي جايه من القطع الزائد. لو تي الريال نمبر، اين الريال نمبر؟ حقيقه هو توايس المساحه دي، شايف المساحه اللي يسويها اللي هذه مظلله هو توايس، التي هي ما هو الا توايس هذه المساحه، ضعفين المساحه. فانه على الجزء الايمن من القطعة الزائد وليس ليس لأن الكوش دائما موجبة، بالتالي الكوش مش ممكن تكون بايش؟ بالسالب. على الجزء الأيمن كوش تربيع
اي نقطه ما هي الا كوش تي على سنش تي، وبالتالي تحقق ايش؟ تحقق القطعه معادله القطعه الزائد. هذا معناه انه ايش؟ كوش تربيع اكس ناقص سنش تربيع اكس هذا بكم؟ بواحد. وحنثبتها بطريقه اخرى. الان حنتكلم على الايدنتيتي. انا حرجع اول شيء حثبت ايدنتيتي مين موجوده هنا، وهي ايش هو كوش اكس اهم اثنين زائد سينش اكس، هذا شيء يساوي طبعا هذا يا ولدي ما ولا ايش، اي تو ذا اكس زائدا اي تو ذا ماينس اكس على 2 زائدا اي تو ذا اكس ماينس اي تو ذا ماينس اكس على 2. لاحظ المقامات موحده، اذا هذا ايش حيعطيني؟ ذا زائد ذا 2 2 اي تو ذا اكس، ذا ناقص ذا 0 على 2، وهذا اعطاني ايش؟ اي تو ذا اكس. اذا اول شيء تعرفوا انه الكوش زائد السينش ما ولا ايش؟ اي تو ذا اكس، ومنها كمان كوش اكس ماينس سينش اكس هذا ما هو الا ايش؟ اي تو ذا اكس زائدا اي تو ذا ماينس اكس على 2 ناقص اي تو ذا اكس ناقصا اي تو ذا ماينس اكس على 2. واحد المقامات، خلي المقام واحد واضرب الناقص في الثاني، هذا ما هو اي تو ذا اكس زي ما هو اي تو ذا ماينس اكس، ناقص في موجب ناقص اي تو ذا اكس، ناقص في ناقص زائدا اي تو ذا ماينس اكس، وبالتالي ذا كنسل مع ذا وبقي لي 2 e to the minus x على 2 وهذا يساوي e to the minus x. الآن لو تبغى إثبات للايدنتيتي الأولى سهل. عندك يا ولدي كوش تربيع x ناقص سنش تربيع x، هذا فرق مربعين، تعرف تكون فرق مربعين؟ إيش هو يا ولدي؟ a تربيع ناقص b تربيع، هذا ما هو ليش؟ A ناقص B في A زائد B، هذا فرق المربعين. إذا هذا حيساوي إيش؟ حيساوي كوش X ناقص سينش X مضروب في كوش X زائدا سينش X، وبالتالي هذا أنت طلعته فوق، شوف هنا الزائد يعطيني E to the X والكوش ناقص السينش يعطيني E to the minus X. إذا هذا ما هو الا ايش؟ e to the minus x ضرب e to the x، تجمع الاسس e والصفر هذا يساوي كم؟ 1. إذا هذه أول ايدنتيتي. الايدنتيتي الثانية خلينا نقول الخامسة وأيضا ممكن واحدة ثالثة، لو أخذت ذي الايدنتيتي وقسمتها على كوش وقسمتها على سينش حيطلع لي 2 ايدنتيتي. لو قسمت ذي اللي فوق، لو قسمت كوش تربيع اكس ناقص سنش تربيع اكس ساي واحد، لو قسمتها على كوش تربيع قسم على ايش؟ كوش تربيع ايش يعطيك؟ كوش على كوش يعني واحد، سنش على كوش يعني تانش، واحد على كوش ما هو الا ايش؟ سكش. لو قسمت دي كمان على ايش؟ على سنش تربيع ايش حيعطيك؟ حيعطيك واحده ثانيه، كوش على سنش اللي هي كوتش تربيع اكس، سنش على سنش واحد، وهنا كوسكش تربيع اكس. اذا هذه رقم واحد، هذه رقم اثنين، وهذه يا ولدي رقم كم؟ رقم ثلاثة. ايضا تحتاج الايدنتيتي التالية اللي هو رقم ثلاثة واربعة، الباقي كل شيء تجيبه. طبعا رقم سبعة جاية من السنش ايش؟ دالة فردية. رقم ثمانية جاية من الكوش دالة ايش؟ زوجية. والتالي خليني اثبت ايش؟ وخمسه اثبتناها. اللي لازم تعرفها اللي هي ايش؟ رقم ثلاثه واربعه. انه كيف تفك كوش A زائد او ناقص B، وهذا ما هو الا ايش؟ كوش في كوش زائد او ناقص حسب الاشاره سنش في سنش. يعني هذا ما هو الا كوش A كوش B زائد او ناقص سنش A سنش B. وأيضا السنش يا ولدي ما هو إلا سنش A كوش B، لو زايد تحط زايد لو ناقص تحط ناقص، سنش B كوش A. وبالتالي نقدر نجيب مثلا سنش تربيع ون
من اثبات سنج تربيع يمكن ياتي بطريقه اخرى. سنج تربيع نبي نثبت انه سنج تربيع يساوي ذا. سنج تربيع سنج تربيع اكس هذا ما هو الا ايش؟ اي تو ذا اكس اي ناقص اي تو ذا ماينس اكس على 2 الكل تربيع. انا نربع البسط وربع المقام يصير اي تو ذا اكس ناقص اي تو ذا ماينس اكس على تربيع على 2 تربيع. طبعا هذه اكس. هلا نفك التربيع يا ولدي. فك التربيع ايش حيعطيك؟ مربع الاول اي اس 2 اكس الاول في الثاني في 2 اذا ناقص e to the x في e to the minus x زائدا e to the minus 2 x على كم؟ على 4. ايش حيعطيك؟ تالي حيعطيني e يوس 2 x ناقص 2 زائدا e to the minus 2 x. اقدر اكتبهم كالتالي على طبعا كم؟ على 4. أقدر أكتبهم كالتالي الآن e to the 2 x خلينا نمسح دي بس. أقدر أكتبهم كالتالي e أس 2 x زائد e أس ماينس 2 x ناقص 2 على 4. وزع المقام الآن. وزع المقام أو طلع 2 من المقام. المقام تقدر تكتب 2 في 2، طلع ال 2 برا نص، وهنا نوزع المقام. حيصير اي اس 2 اكس زائد اي اس ماينس 2 اكس على 2 ناقص 2 على 2. هذا النص برا. هذا اي مقدار زائد اي اس ناقص المقدار على 2. هذا ما هو الا الكش للمقدار. اذا هذا ما هو الا كش 2 ايش؟ اكس. وهذا ناقص 1. وهذا المطلوب. اذا سنج تربيع اكس يساوي نص في كوش 2 اكس ناقص 1. في ناس تحب تكتبه ايش؟ كوش 2 اكس ناقص 1 على 2 هو نفسه. طيب الباقي كله كل الايدنتيز الثانيه تاتي من هنا. هو انه في واحده ودي اثبتها هنا. ابغى اثبت مثلا ايش؟ انه واحدة فعلا تستفيد منها لما تيجي تحل ايش؟ الانفرس. ابى اثبت انه واحد زائد تانش اكس على واحد ناقص واحد ناقص تانش اكس هذا يساوي اي اس 2 اكس. طيب شوف الاثبات. انا اعرف انه كوش x زائد سنج x هذا يساوي e to the x و كوش x ناقص سنج x يساوي e to the minus x. الآن اقسمهم على بعض، اقسم الطرفين على بعض. فأقول اقسم مثلا كوش x زائد سنج x على كوش x ناقص سنج x هذا شو يساوي؟ يساوي e to the x على e to the minus x. ارفع ذي اعلى، هذا ارفعها فوق، تغير الاس الاشاره. وهنا قسم فوق وتحت على كوش. اذا حقول كوش x زائد سنج x على كوش x، قسمت البسط على كوش x على وقسمت المقام كمان على كوش x. ما غيرت في المسألة. وهنا حيصير يوس كام؟ 2 اكس. الآن وزع المقام اللي في البسط. ايش حيصير عندك؟ كوش على كوش، أنا حكتبها خطوة خطوة. كوش اكس على كوش اكس زائد سنج اكس على كوش اكس وتحت كوش اكس على كوش اكس ناقص سنج اكس على كوش اكس وهنا نفس اليوس 2 اكس. هي ركز يا ولد. كوش على كوش واحد، سنش على كوش تانش وتحت واحد ناقص برضو تانش
is how you can use the Linux. أنا حوقف هنا، حكمل بيش في شغلات أخرى.